كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. أمانديس أنا طرحتها هذيك النقطة، أنا كنت بغيت أنه تبقى الدورة مفتوحة ونهار 18 في الجلسة، لأن مستشار طرح لي نقطة ديال الغلاء الفواتير. دابا هذه النقطة ديال الأمانديس غادي نرجعوا لها وغادي نعطيو التفاصيل للتفاصيل ديالها، تقرير كامل شافي غادي توجدوا الإدارة الأمانديس وغتوجدوا الفرقة الدائمة اللي كتقوم بالمراقبة ومؤسسة قانونية ومسؤولة، والتقرير اللي كنعدوا مع الجماعة. أنا الآن اللي لاحظتوا في الملف ديالي عندي مجموعة، ها هو عندي الآن ها باش تنقلوا هذا الشيء، ماشي انا هذاك الشيء كنخافوا منه، هو طلبت التقرير اليوم وماشي اليوم، التقرير عندي اللي تقدم واجتمعنا عليه عده جلسات عده لقاءات، هو التقرير ديال الامانديس، هو تتبع ومراقبه اعمال الفاتوره المعالجه ديال الفاتوره تلقائيا، وهالوثائق ديال التقارير اللي كتصيفطوا منا امانديس، وبالتالي على جميع الاشكالات، شحال من الشكايات اللي النيابه توصلوا بها، هل عدد الشكايات، عدد العدد المشترك شحال كان وشحال صباح وكذا، ها هو التقرير كامل. الا كان اصبح الوقت انه ممكن ندخل فيهم، عدد الايام ديال القراءه، العدد، اهم الاشكالات اللي كانت في النقطه ديال المراجعه اللي عملناها في اكتوبر ديال 2015، ملي كانت الاشكالات مع امانديس وعملنا معهم المراجعه اللي ما عمرها تعملت من 2003، وعملنا مراجعه وديك المجموعه ديال الالتزامات غادي نناقشوا امام الراي العام ما تم الالتزام به، وعندنا بالارقام بعدد العداد الماء والكهرباء، راه عندنا تقريبا 700,000 عدد، 690,000 بالماء والكهرباء، الكهرباء 360,000 وزيد شي شويه، والماء 320,000 عدد، وغنعطيكم النسبه ديال الاستهلاك ديال القلم 150 درهم، والاستهلاك ديال 250 درهم، والاستهلاك اللي فيما فوق، وغادي تشوفوا بالواضح ما هو المشكل ديال الامانديس، إلا كاين نقطة فيها إشكال هي اللي خصها تعالج، واللي ما فيها شي إشكال هي، والرأي العام غيكون أمام أمور واضحة، هذه المسألة غادي نخليوها إلى اللقاء ديال 18، حنا كنا كنتمناو الجلسة تبقى مفتوحة باش تتبعوا ديك الشيء، ولكن ممكن نعملوا معكم لقاء خاص بعد ما نقدموا التقرير الرسمي أمام الأعضاء ديال المجلس، لأنه رئيس ديال الجماعه ورئيس مجلس ديال التتبع، وبالتالي كيطالب هذه المعلومات كيعطيها لاعضاء المجلس، والاعضاء المجلس طالبوا هذه شهر باش راسلوني في هذا الموضوع هذا، وبالتالي حنا مستعدين نعطيو جميع الاجوبه، وبعد ذلك نجلسوا مع الاخوان والاخوات الصحفيين ونوضحوا لهم جميع الاسئله اللي عندكم على امانديس من طرف المسؤولين لدى الجماعه اللي كيتبعوا، لان عندنا في الجماعه جوج ديال الاعضاء، عضو كيتبع اللجنه ديال الطريفه وعضو كيتبع البرنامج ديال الاستثمار، وهما ضمن اعضاء ديال اللجنه ديال التتبع، وهذا الشيء كيتعرض في تقارير سنويه. هادشي غادي نرجعوا له في الوقت ديالو وغنوضحوا جميع الامور، والامور اللي فيها اشكالات، وحنا الان طلبنا من جميع المقاطعات باش يجمعوا جميع الاشكالات ديال المواطنين في جميع الوكالات ديال الكيشي ديال الاحياء، وبالتالي جمعوا ديك الفواتير اللي فيها اشكالات بحال اللي وقع في المرحله السابقه، وغنجمعوا حنا الان كنرصدوا العمليه، كنجمعوا كنسمعوا التقارير، وبعد ذلك غادي نعلنوا على شنو كيخصو يتعملوا كذا. ولهذا كنعرفوا حنا داخلين الان الى المراجعه، راه حنا مطالبين في هذه السنه باش ندخلوا الى المراجعه ديال بعد ثلاث سنوات، بمعنى هذه العمليه حنا مستوعبينها ومطالبين بها، وبالتالي غادي تضمن ضمن الامور اللي كانت باقا فيها اختلالات. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.